فيلم رامبو سنة 1988 وقبل غزو أمريكا لأفغانستان بيظهر لنا الفيلم المجاهدين الأفغان بصورة المناضلين وجنود الحرية في آسيا ضد الجيش السوفيتي المحتل. الفيلم بيظهرهم بصورة الصديق الحليف لأمريكا، وشوية شوية كانوا هيصلوا التهجد ويدعوا ربنا اللهم انصر أخواننا الأفغان على الروس الملاعين، وده بس علشان تقدر أمريكا تهاجم الاتحاد السوفيتي اللي كان هو وأمريكا نائر ونقير وكان في بينهم حرب باردة، وتحت اسم بقى دعم الحريات وتحرير البلاد وكل الهري بتاعهم ده. قال يعني أمريكا قلبها على الحريات قوي. وسبحان الله يا أخي، سبحان الله، سنة 2008 وبالتحديد في فيلم أيرون مان الأفغان اللي كانوا مجاهدين وأبطال يتحولوا لشوية إرهابيين بتخطف وتجبر بطل الفيلم على صنع سلاح يقدروا يقتلوا بيه الأمريكان. يعني أيام الحرب الباردة، أيام كانوا بيحاربوا الاتحاد السوفيتي كانوا ضحايا حبة عيني وأصحاب أرض، بس دلوقتي أعداء وإرهابيين. عيب عليك يا أمريكا تبقى ست كبيرة ويطلع منك الحركات دي، مفضوحة أنا على فكرة يا حاج. عيب ما تبقى كبيرة كده وكذابة. من احتلال سوفيتي وقبلها بريطاني وأخيرا احتلال أمريكي، تقدر في الاحتلالات دي أفغانستان تخلي أي دولة عايزة تحتلها تعيد نظرها في الموضوع ده كويس. دولة وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها مقبرة الإمبراطوريات، دولة دخلت أمريكا الحرب الأطول في تاريخها والحرب الأكثر تكلفة في تاريخها، اللي وصلت تكلفتها لتريليونات الدولارات وآلاف القتلى من الأمريكان. فهل الحرب دي فعلا تستحق؟ وهل أمريكا حققت أهدافها؟ بس قبل ما أجاوبك على السؤال ده، ما تنساش تدعم أخوك بلايك للفيديو وصو سبسكرايب أخوي وشير الفيديو ده اللي هو تاني حلقة من سلسلة حلقات الدول التي احتلتها أمريكا. حكايتنا بتبتدي سنة 1978 لما تولى السلطة في أفغانستان الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني، ويعلن تأسيس جمهورية أفغانستان الديمقراطية بتطبيق النظام الشيوعي اللي أمريكا ما بتطقش أمه، وبدعم من الاتحاد السوفيتي والروس هيعقدوا معاهدة ما بينهم اسمها معاهدة الصداقة، وعليه تقدر القوات السوفيتية إنها تدخل في أفغانستان وتبسط نفوذها، وده كان سبب لظهور جماعات إسلامية مناهضة للاتحاد السوفيتي وقدرت فعلا تزعزع استقرار السوفيتي ووجودهم في أفغانستان. تظهر مين بقى بالوجه الكيوت داعم للحريات واستقلال البلاد؟ أيوة هي أمريكا. وبالفعل تدخل أمريكا في الصورة وتقوم بتمويل ودعم المجاهدين من تدريبات وأسلحة ومضادات طيران، كل ده علشان يساعدوهم في جهادهم ضد القوات السوفيتية. وبالفعل يقدر المجاهدين الأفغان في تطهير أفغانستان بعد حرب ضروس اتهان فيها الروس اللي كانت واحدة من أقوى جيشين في العالم. سنة 1988 تخرج القوات السوفيتية كلها من أفغانستان، لكن بعدها تدخل البلاد في حرب أهلية جديدة ما بين الحكومة الأفغانية الشيوعية بجانب صراعات ما بين المجاهدين نفسهم والجماعات الداخلية، لأن أفغانستان فيها عرقيات كتير وأفكار كتير جدا مختلفة. سنة 1994 في مدينة قندهار الأفغانية يطلع واحد اسمه الملا محمد عمر. عمنا الملا محمد عمر ده بقى فضل يلف على كتاتيب تحفيظ القرآن ومدارس الدين والمدارس الإسلامية، وكون مجموعة من طلاب العلم وعرفوا باسم طالبان. طالبان دي جمع كلمة طالب في لغة البشتو اللي هي اللغة بتاعت أفغانستان. الطلاب أو الطلبة دول بقى بايعوا الملا عمر على تكوين دولة قائمة على الشريعة الإسلامية ومحاربة الفساد وتعزيز الأمن، وبدأوا في السيطرة على المناطق واحدة ورا التانية بدعم من باكستان. بعد سنتين تقريبا وتحديدا في 27 سبتمبر 1996، يقدر الطلاب دولة إنهم يستولوا على مدينة كابل، ومن هنا بدأ تأسيس إمارة أفغانستان الإسلامية. الدولة الجديدة لم يتم الاعتراف بها من أي دولة في العالم غير من باكستان ومن جمهورية الشيشان اللي هي أصلا كان معترف بها جزئيا، ومن السعودية والإمارات. الإمارات مين؟ الامارات النكسه بتاعتنا؟ لا، ما هو الامارات ما كانتش لسه الصهيونيه، يعني الصهيونيه دي شكلها جديد علينا. المهم بعد سيطره الطالبان على العاصمه كابل، تقوم تستضيف اهم وابرز اسم في تاريخ الجماعات الاسلاميه المسلحه، وهو اسامه بن لادن مؤسس تنظيم القاعده. بعد احداث 11 سبتمبر وتفجير برجين مركز التجاره العالمي في نيويورك، يطلع الرئيس جورج بوش الابن يتهم تنظيم القاعده وقائدها بالتفجير ده،
ويطالب طالبان بتسليم بن لادن. طالبان ترفض الموضوع ده ويطالبوا باللي يثبت صحة الكلام ده من أمريكا. تسكت أمريكا؟ لا طبعا. فيقوم جورج بوش منشف دماغه وقال لهم أجيب إثباتات منين إذا كان أنا اللي مفجره أصلا ومفيش إثباتات وكيف كده بقى، ويعلن الحرب على أفغانستان. يخرج أسامة بن لادن ويقول أحب أن أؤكد على حقيقة الصراع بيننا وبين أمريكا، وهو في غاية الخطورة وليس فقط للمسلمين بل للعالم أجمع، وأن الذي تتهمه أمريكا لهذه الفئة المجاهدة في سبيل الله ليس عليه دليل، بل هو البغي والظلم والعدوان. لكن من كل ده ما تسمعش الحكومة الأمريكية غير لصوتها بس، وتقرر إنها تغزو أفغانستان بكل قوتها وبأقصى سرعة. وفي أقل من شهر وتحديدا 7 أكتوبر سنة 2001 تقوم أمريكا بغزو أفغانستان مع تابعيها اللي دايما بينظفوا إيديها من الوساخة وما بيسيبوهاش تنجس لوحدها، زي بريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وحلف شمال الأطلسي وليلة كبيرة قوي سعادتك. وتم الغزو ده تحت الستارة اللي كلنا عارفينها، القضاء على الإرهاب وحفظ أمن وسلامة أمريكا والعالم الحر والحفاظ على الديمقراطية، يعني كبشة التبريرات الفارغة اللي بيستخدموها دايما دي. بس السؤال هنا يا صاحبي، هل فعلا ده السبب الحقيقي وراء غزو أمريكا لأفغانستان ولا في حاجة تانية؟ وعشان نجاوب السؤال ده هاخدك تاني في جولة لورا شوية، نرجع بالتاريخ لورا شوية لفترة ما قبل الحرب، وبالظبط لما تم اكتشاف ثروة نفطية وغاز طبيعي في منطقة بحر قزوين وأسيا الوسطى وأفغانستان. وتقوم شركة يونوكال الأمريكية بدعوة أحمد جان وزير الطاقة في الحكومة الأفغانية ومعاه وفد من حركة طالبان في أمريكا، ويحاولوا يقنعوا أحمد جان ده ببناء خط أنابيب في أفغانستان ومد خطوط أنابيب الغاز ما بين أفغانستان وباكستان، وبعدين يصدروا لأمريكا عن طريق البحر. لكن يرفض الملا عمر بالسماح لأمريكا بخط أنابيب أو تنقيب للبترول أو الغاز في أفغانستان، عشان كده تقرر أمريكا الاستيلاء عليه بالقوة، وهو ده كان السبب الحقيقي وراء غزو أمريكا لأفغانستان واختلاقها للقصص الكاذبة علشان تبرر غزوها. والموضوع ده يودينا لحدث تاني مهم حاليا، وهو حقل مارين اللي على بعد 30 كيلومتر من قطاع غزة، واللي بيقدر ان فيه احتياطي غاز طبيعي بنحو تريليون متر مكعب، ومحاولات الكيان الصهيوني في الاستيلاء عليه من سنة 1999، لكن الموضوع فشل بعد ما حماس سيطرت على قطاع غزة سنة 2007. فالصهاينة ما عجبهمش الكلام ده طبعا، وقاموا بفرض حصار على غزة، وقررت في شهر يونيو اللي فات وقبل عملية طوفان الأقصى بأربع شهور بس، انهم يغزوا قطاع غزة لتصفية الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وينهبوا كل خيرات القطاع من غاز طبيعي وغيره. وده اللي يفسر لك بكل ببساطة ليه الحكومة الصهيونية بتقوم بتهجير أهل غزة على الأقل من شمال غزة المحاذي للبحر عشان تقدر تنقب في الغاز، وليه عايزة تنهي على المقاومة علشان الدنيا تحللها وتسرق وتنهب براحتها في أراضي الفلسطينيين ومحدش يقولها أنت بتعملي إيه. والأكيد هنا يا جماعة إن المحتل هدف واحد، وإن قالك أسباب مختلفة، الأفغان إرهاب، المقاومة إرهاب، لابد من حفظ أمان أمريكا وحفظ أمان دولة إسرائيل، حرفيا كله كذب في كذب لتبرير قتلهم واستحلالهم لدمنا بس عشان يسرقوا ثروات أوطاننا، وكأن دم البني آدم أرخص حاجة عندهم. لكن نرجع يا صديقي للفيديو بتاعنا وزيدك من الشعر بيت، وأقول لك سبب تاني لغزو أمريكا لأفغانستان، وهو تدمير تنظيم القاعدة اللي كان بيشكل خطر كبير لمصالح أمريكا في المنطقة العربية. هتسألني هو للدرجة دي تنظيم القاعدة ده عدو مرعب؟ هو أكتر من هو عدو مرعب، لكنه فكرة مرعبة لكل القوى الغير مسلمة اللي حط قواعدها العسكرية في شبه الجزيرة العربية، لأن ببساطة كده تنظيم القاعدة هدفه كان بيتمحور حوالين وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث اللي بيقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فلو اتحرمت أمريكا من الجزيرة العربية هتفقد سيطرتها على البترول ومصادر الطاقة اللي بتاخدها من هناك، فبالتالي هتفقد سيطرتها على العالم. ومن هنا كان لازم تكون أفغانستان هي الوجهة الأولى والأهم لأمريكا في سيطرتها على العالم، ومن زمان مش زي ما صرحت وعملتها حجة وقالت إنها بسبب 11 سبتمبر. بعد غزو أمريكا لأفغانستان بسنة واحدة يقوم الملا عمر سنة 2003 بتنظيم الحركة تاني، ويقوم بشن هجوم كبير على القوات الأمريكية وشيكامائن
وشي مهمات انتحارية، وبالفعل قدرت طالبان تسيطر على بعض المناطق، ومع مرور السنين تضعف القوات الأمريكية وما تقدرش تسيطر على أفغانستان ولا تضعف طالبها، وتضطر سنة 2020 وبالتحديد 29 فبراير عقد اتفاق سلام مع قادة طالبان في الدوحة، واللي ترتب عليه انسحاب أمريكا من أفغانستان بالكامل، وإن طالبان تلتزم بشروط أمريكا، وهو إن طالبان سواء أفراد أو جماعة محدش فيهم يستخدم أرض أفغانستان في تهديد أمن أمريكا أو أي حليف لأمريكا، وخصوصا تنظيم القاعدة. وتخرج أمريكا في 30 أغسطس 2021، وفي نفس اللحظة اللي بتنسحب فيها آخر قوات أمريكية تقوم طالبان بشن هجوم على الحكومة الأفغانية، ويستولوا على معظم أفغانستان بما فيهم العاصمة كابول، ويهرب يومها الرئيس الأفغاني أشرف غني. صرحت حركة طالبان بانتهاء الحرب والتجهيز لعودة إمارة أفغانستان الإسلامية، وبهنا يكون انتهى الاحتلال الأمريكي بعد ما دام 20 سنة. ويطلع بعدها بشهر رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، ويصرح رسميا بأن الولايات المتحدة خسرت الحرب في أفغانستان. هجمت أمريكا أفغانستان تحت شعار محاربة الإرهاب، بس كطبيعة حال المحتل الظالم قتلوا وأصابوا عشرات الآلاف من المدنيين العزل، وقطعوا الطرق على النازحين. طبعا يا صاحبي زي ما فهمت السيناريو ده مش غريب علينا، وللأسف بيحصل دلوقتي قدام عيوننا، وتسببت في قتل أكتر من 176 ألف شخص في أفغانستان، منهم ما لا يقل عن 52 ألف مقاتل من طالبان. وعلى الجانب الإنساني بيعيش حاليا 25 مليون شخص في دولة أفغانستان اللي هي 40 مليون شخص تحت خط الفقر، 55% من الشعب بيعاني من الجوع، 9 مليون إنسان معرض للمجاعة، بجانب المشاكل العرقية اللي خلفتها أمريكا وراها. في حين أن الجانب الأمريكي اللي شارك في الحرب دي ب 600 ألف جندي على مدار 20 سنة يتقتل منه 2442 جندي ويتصاب 20,660، لأن الجيش الأمريكي كان بيستخدم الخونة الأفغان في قتال طالبان وفي قتال المقاومة الأفغانية. وفي آخر الموضوع خليني أقول لك إن إحنا دلوقتي في القرن 21، وإن دولة تحتل غيرها زي زمان تنهب في الدولة التانية وتمحيها من على الخريطة بقى صعب دلوقتي عن طريق الدبابات والجيوش، لأن بقى فيه مقاومات بتحارب على أعلى كفاءة بخطط وعمليات عسكرية بتضاهي دول عظمى، وتقدر تهزم البروجندا الكذابة الوضيعة لأمريكا أو غيرها زي ما احنا بنشوف اليومين دول. بس يا سيدي ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدخل تشوف الفيديوهات القديمة، وبرضو فعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة أول بأول، وأشوفك إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.